السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والذي هو بعنوان لا يتمنين أحدكم الموت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهر الرحمة ينبوع الحنان الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيها، إنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني عمر المؤمن كلما طال زاد المؤمن خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الله أكبر. إذن فالإنسان الأصل أنه لا يتمنى الموت، خصوصا يا شباب أن في هذا الوقت بالذات انتشرت حالات الانتحار. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يتجاوز عنهم يا رب العالمين. وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن حكم المنتحر. الشاهد في الموضوع أن الإنسان لا يتمنى الموت حتى لو ضاقت به الدنيا. اعلم أن الحالة التي أنت عليها اليوم إذا كان الله عز وجل هو الذي قدرها فإذن فهو الخير، فهو عين الخير، ويقينا الله عز وجل هو الذي قدره. يعني أنت تعلم يقينا أن الحالة اللي أنت فيها دي من الذي قدره؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله عز وجل هو الذي قدر ذلك حتى لو كان مؤلما لك فاعلم أنه عين الخير. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، إن الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب يخاف عليه. إذن فالمولى عز وجل قد يحجب عنك شيئا من نعيم الدنيا أو من متاع الدنيا أو من زهرة الدنيا، وأنت تظن أن الدنيا أصبحت سوداء في عينيك، وإن خلاص أحلامك انتهت، وإن خلاص حياتك اتدمرت، وإن أنت لسه في عز شبابك ومش عارف تحقق أحلامك. والمولى عز وجل يعلم يقينا إن لو حقق لك الأحلام اللي أنت بتتمناها هيكون فيها هلاكك. وياما الإنسان وهو صغير اتمنى أمنيات كتيرة جدا وكان بيحزن ويبكي ان هي ما اتحققتش، ولما كبر قال الحمد لله اللهم لك الحمد ان هي ما اتحققتش، لانها لو اتحققت كان الانسان مش في طريق تاني خالص. خدوا بالكوا حبايبي، فاللي ربنا بيقدره هو عين الخير. عشان كده اوعى تتمنى الموت، لا تتمنى الموت، ولكن ان خشيت الفتنه على نفسك في دينك هنا فقط تستطيع ان تتمنى الموت. ولكن باي صيغه؟ ما تقولش بقى يا رب خدني، يا رب خلصني، يا رب، لا ما تقولش كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال لا يتمنى أن أحدكم الموت فإن كان لابد متمنيا لا محالة فليقل. أقول إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليكن اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طب مين اللي يعرف يا حبيبي إن الحياة خيرا لي أو الحياة شرا لي؟ الله الذي خلقني، فأنا بأكل الأمر إليه، بنخلع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي، بقول له يا رب لو تعلم عندك يا رب في علم الغيب إن الحياة خيرا لي خلاص خليني عايش، وإن كان يا رب تعلم إن الحياة شرا لي فيا رب اقبضني إليك بس ارزقني حسن الخاتمة. يبقى إذن أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيا شباب جددوا الأمل في الله وأحسنوا الظن بالله وخلي عندكم ثقة وأمل وطمأنينة فيما عند الله سبحانه وتعالى، واعلموا يقينا أن الله عز وجل أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان